نشوف في التفوق دايما. انا بس اخترنا بعض النماذج. التفوق ملوش علاقة بالغنى والفقر، لكن لما التفوق يأتي مع تلاميذ أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية صعبة جدا، لا بيكتسب أهمية أكبر. ما عندوش الإمكانيات اللي يمكن أن تتوفر لشخص تاني أو لتلميذ تاني، سواء بقى الجو المهيأ والجو النفسي والإمكانيات اللي يمكن أن توفر له كل المدرسين الخصوصيين، ولا حتى المكان الملائم والمناسب. أحيانا الناس بتسكن في أوضة واحدة وحواليه جلبة وضوضاء، لكن بيركز وبيذاكر وبيبقى بيكون متفوقا. أحيانا تلميذ تضطر ظروف الحياة أنه لا يكون تلميذا فقط، أنه كمان بالإضافة إلى أنه تلميذ بيساعد عائلته على الإنفاق وعلى التغلب على صعوبات الحياة. والله يا جماعة نماذج مبهرة. ليه؟ لأنك تلميذ بيتفوق وهو في نفس الوقت بيساهم في الإنفاق على عائلته، مع أنه بحكم القانون هتلاقيه يعني يقارب الطفولة، يعني طفل. الطفولة أنتوا عارفين رسميا تحت سن 18، لكن مع ذلك شوفوا هذه النماذج المبهرة اللي لازم نحتفل بها. مش معنى كده ان الذين تفوقوا، لان احيانا بيبقى فيه كراهية لاولاد الاثرياء، يعني لا، مش صحيح. التفوق نحييه هنا او هناك، لكن انا بسلط الضوء ده ليه؟ لان ده تفوق محفوف بمخاطر وصعوبات معيشية واقتصادية بيتغلب عليها التلميذ، وبالتالي هنا مجهوده مضاعف ومجهوده أكبر، يستحق التحية. ده التلميذ اللي كان بيبيع أنابيب مع والدته، يعني نموذج مبهر. لما يبقى من أوائل الثانوية العامة، ده نموذج يستحق إن احنا نسلط الضوء عليه لتفوقه أولا، وثانيا لأنه تغلب على كل المعوقات والصعوبات المعيشية والاقتصادية. الثانوية يومي كان بيمشي زي أي طالب عادي، بيبدأ يومه بصحى الصبح بفطر، والدتي طبعا بتحط لي الفطار. ما كنتش بذاكر اللي هو بالمزاج، بس كان لا ما كانش كنت بحاول على قد ما أقدر ما يعديش اليوم اللي خدت فيه الحصة، لأن إحنا زي ما أنت عارف حضرتك طبعا أدبي، فما يعديش اليوم اللي أنا خدت فيه الحصة غير لما أحاول على الأقل أقراها بمزاجي. عايز أذاكر بذاكر، ما فيش مزاج إن أنا أذاكر ما بذاكرش، بتفرج على كورة وبعمل كل حاجة عادي. يعني بدأت أوزع مجهودي على مدار السنة، والحمد لله ربنا وفاني. وأهم حاجة الشوية اللي في الآخر دول لازم أظبطهم، ولو شايف إن يعني دروسي أو أي حاجة هتضيع عليا وقت اقعد من الدروس وما اروحش عشان اركز. قاعد قدام التلفزيون مستني بقلب في التلفزيون وفي البرامج الرياضيه والحاجات كالعاده. قعدت لوحدي ولوحدي، والله كان نفسي طبعا والدتي تبقى موجوده معايا، بس هي جت طبعا وفرحت وانا اللي فرحتها، هي عملت كل حاجه طبعا، انا برد لها الجميل. فقاعد لقيتهم بيقولوا اسم من كفر الشيخ. شويه في شويه خلصوا علم رياضه الاول، بعد كده علم علوم، قالوا ادبي، بس لقيت اسمي وصورتي مش عارف والله، انا مش مصدق. الحمد لله يعني. والدي متوفي وهو عنده رب، كان في الحضانه عنده حوالي 3 سنين ونص، مش 4 كاملين كمان. محمود كان بيساعدني، ما كانش كنت بصعب عليه لما بطلع من هنا بالليل، وفيها ايام كنت بطلع الساعه 1 في الشتاء بالليل والساعه 2. انا فاكره بالليل واحنا جايبين الانابيب من البلد اللي هي جنبنا روينا دي، من مستودع روينا، هو كان ماشي قدامي، كان معايا عربيه كارو غيرها كنت سلفاها، وعربيه الكارو بتاعت اللي انا بشتغل عليها حاليا دلوقتي، هو كان راكب على واحده وانا راكبه على واحده، كل واحد معاه حصه كده حبه كده من الانابيب. هو كان ماشي قدامي بيكلمني وانا ماشيه بعيط على اهانتي وبهدلت انا وهو. انا يعني انا زعلانه عشان الزمن حوج ان انا طلعت ابني حتى بهدلته معايا راخ، ونروح ننزله الحديد الفاضي ونحمله بدل المليان، ونيجي اوزع معاك يا ماما اقول له لا روح انت عشان تلحق تذاكر،
برضه كنت باجي الاقي والله عامل اللي عليه برضه ويذاكر وعلى الرغم من ده كليتهم كانت في حاجات كتير ناقصاهم. طبعا انا كنت بحاول اوفر اب واحاول اوفر ام واحاول اوفر صديقه واحاول اوفر اختي واحاول اوفر كل حاجه ليهم قبل ما النتيجه تبان بليله. يعني ليله ما كانت هتصبح تبان بيقول لي العشره الاول بان يا ماما. قلت له طيب يا حبيبي عقبالك انت كمان اما تبان وبقيت الدفعه. قال انا مش منهم. قلت له يا حبيبي انا ما كنتش قلت لك ان انا عايزاك من العشره الاول. انا يكفي النجاح الحمد لله احنا مش طالبين من ربنا اكتر من كده. وانا جايه في الطريق لقيت الناس مقابليني بيقولوا لي ابنك نجح والمحافظه كلها هناك ومستنينك عشان ياخدوك للمحافظ يكرموك انت وابني. ركبت العربيه ونزلت. اول قبل ما نزلت من البلد بصيت لقيت الناس كلها بتبص لي نظره ثانيه وبتقول لي يلا الناس مستنيينك والصحفيين مستنيينك. وقابلوني فعلا في الطريق وقالوا لي محمود مش راضي ينزل ولا يطلع من عتبه بيتكم الا بيك. ولا التكريم لوالدتي مش ليا ده انا رايح معاها. هاجر دي يعني ده نموذج جوت مبهر وقاعد كده ووجد انه اسمه من بين المتفوقين وهو بيبيع انابيب بوتاجاز مع والدته وبيواجه صعوبات الحياه المعيشيه وبيتفوق. يعني احنا بنسلط الضوء ليه على هذه النماذج؟ لان التفوق عندها بيكون مضاعفا، تفوق في المذاكره وتفوق في مغالبه قسوة وظروف الحياة وشظف العيش ومشاكل الحياة اليومية والمتاعب الاقتصادية والمعيشية. وشوف يعني الولد هو بيقبل يد أمه. يعني نماذج والله يا جماعة مبهرة في الأخلاق والتفوق في زمن بقى دايما بقول الجملة دي زمن الأقزام للأسف الشديد، لأنه كفاية أنك يبقى صوتك عالي وتملك القدرة على الصخب فتتصدر المشهد، لكن دول الأبطال الحقيقيين يعني واللي ما بيشكوش يعني ما فيش شكوى، لكن لا في مغالبة لظروف الحياة وتعامل مع الواقع. أنا الواقع المعيشي ما الحياة كده. وتاني بقول ده مش معناها إن الذين تفوقوا من أبناء الأغنياء، لا الجميع متفوقون، لكن أنا بسلط الضوء على نماذج غلبت وتفوقت على ظروف الحياة بالإضافة إلى التفوق في الامتحان.